السلام عليكم لا اله الا الله. السلام عليكم من صاحب الحضره والمقام الحين عبد الله شافي بن هادي شيرا، ان الله يغفر له ويرحمه ويعافيه ويكفنه، وان الله يتغشه بالرحمه والمغفره. والى حضره النبي الفاتحه. واجعل روحه في اعلى عليين، واجعل روحه في رفقه الاولياء والمقربين. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد، واجعل قبره روضه من رياض الجنان، ولا تجعله حفره من حفر النيران. برحمتك يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله. يا ارحم الراحمين، يا ارحم الراحمين. Thank you.